الخير بنات، مساء الانوار، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اليوم ان شاء الله جيتكم مساء الخير بنات. اليوم حبيت نطلع عليكم، اول شيء اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. كما قلت لكم حبيت ندير هذا الفيديو القصير، يعني باه نوضح بعض الامور على الاسعار تاع هاد الشوشوات، وايضا نهضر معكم على طلبيه كنت درتها للعروسه. يا ربي ان شاء الله تكون فاتحه خير عليا وعليها ان شاء الله يا ربي. كما راكم تشوفوا شريت هاد الانواع تاع الساطا، هما اربع الوان عفوا، الابيض والرمادي والاحمر والذهبي. هذو ربع الالوان للبنات، خدمت بهم طلبيه اللي هي خمسه شوشوان تاع ساتا، وخدمت بها بروش تاع ساتا وشوشو ايضا ابيض، يعني هما الحصيله اكل هي سته شوشوات باللون، يعني بالقماش تاع ساتا وبروش بالساتا. اما الطلبيه الاخرى اللي هي خمسه شوشوات بالقماش، يعني وخيرت الالوان على حساب الذوق نتاعي، بالاضافه للشوشو هذاك اللي عنده ودنين، انا نقولهم ودنين، اللي عنده هذاك اللي خارج من الفوق مع البروش تاعو. يعني الحصيله كيفاش هي؟ عندنا 5 6 و 6 12 13 14، هي 14 بياسة من هذو لي زاكسيسوار البنات. كنت حسبت لها لي بروش 15000، وحسبت شوشوات على الساتا 7000، شوشوات على القماش ب 5000. المهم كلش نورمال، جاني 104000. هذه طلبيه كامل حسبتها لها ب 104000. يعني البنات ننوه ونقول لكم بلي انا الحساب تاعي والاسعار تاعي هي بريسك اسعار الجمله، يعني اسعار منخفضه جدا بالنسبه للاسعار اللي في الاسواق، راهي مرتفعه البنات. شوشوات راه من 10000 15000 هذو بالنسبه تاع القماش، اما بالنسبه تاع الساتا يلحقوا حتى ل 20000 على حساب الحجم تاعهم، 25000 في حساب الحجم كما قلنا، والبروش يلحق 25000 ولا 22000. المهم الاسعار تاعهم باهظه جدا، يعني حبيت فقط نمثل لكم توضيحات باه اللي تحب دير سير، اللي تحب دير كيفي راهي رابحه، تربح بصح نسبه ماهيش كبيره بزاف، واللي تحب دير الاسعار تاع المحلات ايضا راح تربح، يعني قريب الدوبل ولا اكثر. المهم البنات بالتوفيق للجميع، وننصحكم ديروا هذو لي بروش مع الشوشوات، وخاصة لعتو في بلاصة مليحة يعني، وتعرفوا بزاف عرايس ولا الصفحة تاعكم طالعة يعني في الفيسبوك، ولا راح تبيعوا منهم كونتيتي كبيرة. المهم هنا البنات لحقنا نهاية الفيديو، نخليكم فيديو آخر إن شاء الله.